السلام عليكم، كيف داير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نشارك معكم هذه الجلابه اللي خدمتها بالحجرات والعقيق الطويل في واحد الوقت اللي قصير بزاف وبسهوله ديال واحد لاك اليوم ديالي. خدات جلابه عاديه ما فيها حتى شي حاجه واختارت هذه الرشمه وبغات تزينها بالحجرات والعقيق. نخليكم مع الطريقه. اول حاجه عندي هنا الجلابه اللي خدتها السيده، شراتها مخيطه بالرنده كما كتشاهدوا وما عجبتهاش حيت ما فيها حتى شي حاجه، لذلك بغات دير فيها العقيق. بالنسبه للعقيق اللي غادي نستعمل، غنستعمل هذا العقيق الطويل هذا. كذلك عندي حجيرات، غادي نحتاج لاكول ب 7000 اللي كنستعملها ديما في العقيق، كذلك الخيط، واهم حاجه هي هاد الرشمه اللي رسمتها بالقياس اللي بغيتو انا، وكذلك بابي كربون. خديت قطعه ديال الكرتون وضعتها لداخل في الجلابه لاني غادي نلصق العقيق، ما بغيتش الثوب يلصق ليا مع الثوب، لذلك كنوضع قطعه ديال الكرتون. اول حاجه غادي ناخذ الحجيرات وكنوضعهم في المكان المناسب ديالهم على الشكل اللي بغيت، ودائما كيبقى الشكل اختياري ديال كل وحده كيفاش كتبغي الشكل ديال الرسمه اللي غديرها في الجلابه اولا القفطان ديالها، يعني كيبقى لكم الاختيار. المهم السيده عجبت لها هذه الرشمه هذه بالضبط. الان من بعد ما وضعت العقيق في المكان ديالو كناخذ لاكول وغادي نبدا نلصق كل عقيقه في المكان ديالها. الان من بعد ما ساليت التلصاق ديال العقيق غادي ناخذ هذه القطعه ديال الكرتون كما كتشاهدوا، انا خديتها من الرشمه بالضبط، يعني القياس ديال الرشمه خديت منه ديك القطعه ديال الكرتون وقطعتها. الان غادي نبقى نحطها في المكان ديالها فين غادي نوضع العقيق الطويل، وكنرسمها بقلم الرصاص. غادي نرسم في جميع الاماكن اللي غنستعمل فيها العقيق الطويل بين حجيرات وحجيرات. ملي كنكمل الرسم ديال ديك القطعه كناخذ بابي كربون غادي نوضعو على جهه ديال الكتف، وكنوضع الرشمه من فوقه، كنوضعها في المكان على حسب القياس ديال السيده، وغادي نبدا نرسم ديك الرشمه فوق الجلابه من الجهتين وكذلك على اطراف اليدين. من بعد ما ساليت الرسم ديال الرشمه في الجهه ديال الكتفين واليدين كذلك، الان كناخذ الابره والخيط غادي نبدا اول حاجه بالعقيق الطويل. ملي كنسالي الخدمه ديال العقيق الطويل كله غادي نعاود نثبت دوك العقيق بالخيط، لاني واخا كنلصقهم بلاكول كنعاود نثبتهم بالخيط باش كتكون الخدمه متقونه. كنكمل على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا، كنخدم هذا العقيق الطويل بسهوله وفي وقت قصير بزاف، لان ملي كنكون كنتبع ديك الرشمه اللي درتها كيجي ساهل وما كيجيش مائل. وحتى بالنسبه للمبتدئات في الخياطه وفي التنبت ديال العقيق غتجيهم الطريقه سهله بزاف وعمليه، الانسان دغيا كيسالي ديك الرشمه اللي غادي يخدمها واخا تكون يعني رشمه مملوءه بزاف.
الان غادي نكمل الخدمه ديال العقيق الطويل في الجلابه كلها، وملي نسالي نرجع معاكم. من بعد ما ساليت الخدمه ديال العقيق الطويل في الجلابه كلها كذلك اليدين، الان كناخذ الحجيرات كالعاده، غادي ناخذهم ونحط كل حجره في المكان ديالها، من بعد نلصقها بلاكول. بالنسبه لي انا صراحه لاكول وديك الرشمه اللي كنديرها للعقيق الطويل سهلوا عليا الخدمه بزاف، خصوصا انني كنت كناخذ وقت طويل باش نخدم مثلا شي رشمه ديال العقيق الطويل، لانه كيجي مائل والانسان كيتعصب، وكنعاود نفتحها ونعاود نخدمها، ولكن ديك الرشمه سهلات عليا الخدمه بزاف. الخدمه اللي كنت كنديرها في وقت طويل وليت كنخدمها في واحد الوقت اللي قصير بزاف، عوض ما نخدم حاجه وليت كنخدم جوج. لذلك كنصحكم بهاد الرشمه العقيق الطويل ولاكول باش تثبتوا به العقيق في الاول، باش كيسهل عليكم انكم تعاودوا تثبتوه بالخيط. كتجي خدمه سهله بزاف وكتجي خدمه متقونه ومقاده. الان غادي نكمل التلصاق ديال العقيق من الجهتين وكذلك اليدين، وغادي نثبتهم بالخيط ونرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الجلابه كيفاش غادي. هذا هو الشكل النهائي ديال الجلابه، كنتمنى انها تعجبكم، ونتمنى انني نكون فدتكم بشي حاجه اللي تسهل عليكم الخدمه ديالكم، خصوصا الناس اللي كيخيطوا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب باش تشجعوني، واللي ما مشتركش في القناه يضغط على الزر الاحمر ويشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم.